ورحمة الله وبركاته. ضابط تأمين موكب محافظ البحيرة ينقذ طفلا من موت محقق. شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة واقعة إنسانية بامتياز، بطلها لأحد ضباط فريق التأمين الخاصة باللواء هشام محافظ البحيرة، حيث قام المقدم حسن عيد المنتدب من إدارة المرور بإنقاذ طفل صغير من الموت بعد سقوطه من أحد المنازل المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة. وأكد شهود عيان أن المقدم حسن عيد عضو فريق تأمين موكب محافظ البحيرة أثناء تواجده إلى عمله شاهد طفلا صغيرا على وشك السقوط من شرفة منزله بالدور الأول، فسارع بالتقاطه قبل أن يرتطم رأسه بالأرض، مما أدى إلى حدوث كدمات وسحاجات طفيفة بجسمه، وساعد في نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية. واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بقصة إنقاذ الطفل ياسين هيثم علي الذي يعمل والده مدرب بنادي سموحة بالإسكندرية، وأكد عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا أن هذه الواقعة تعبر بصدق عن المعدن الأصيل لرجال الشرطة الشرفاء الذين يبذلون كل جهدهم لتحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع، كما طالبوا بتكريم هذا الضابط الشهم تحت عنوان الشرطة في خدمة الشعب باعتباره نموذجا مشرفا لرجال الشرطة المصرية. وفي هذا السياق أعرب والد الطفل عن شكره الكبير لهذا العمل النبيل الذي قام به ضابط الشرطة وقيامه بإنقاذ طفله من الموت، مضيفا أن الكلمات تعجز عن الوفاء بحق هذا الضابط الإنسان المعروف بسيرته الطيبة وشهامته بين أبناء مدينة دمنهور.